هتكون كل الكارنيهات مع كل الطلاب. اول حاجه انت بتاخدها طبعا لون الكارنيه بيتغير كل سنه، يعني لو خدتوا بالكم كده الكارنيه السنه دي ازرق، السنه اللي قبلها احمر، اللي قبلها كان لبني، فكل فرقه بيبقى ليها كارنيه مختلف. اول حاجه موجوده على الكارنيه الكيو ار كود، ده الكيو ار كود ده مدخلك للخدمات الالكترونيه عن طريق ان انت عامله سكان بالموبايل، هيدخلك على الصفحه بتاعه الخدمات الالكترونيه اللي هي بتزيد وبتكبر مع الوقت. نكست. دي الصفحة بتاعتنا، صفحة خدمات الإلكترونية لوحدة نظم المعلومات الإدارية اللي أنا بتشرف بإدارتها تقريبا من حوالي 6 سنين. هتلاقي فيها خدمات جامعة قناة السويس وخدمات جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، فهتلاقي فيها الخدمات المختلفة اللي موجودة، هنعد عليهم خدمة خدمة كده نتعرف عليهم، وإن شاء الله لو زادت خدمات وإن شاء الله تزيد الفترة الجاية هتلاقيها موجودة على الصفحة دي، فمدخلك هنا للخدمات الإلكترونية. نكست. اول حاجه طبعا برنامج التنسيق، كلنا عدينا على برنامج التنسيق ودخلنا عليه وشفنا الخطوات بتاع التنسيق، وانا اكاد ازعم ان مفيش جامعه عندها برنامج تنسيق زي ده بكل خطواته، اللي انت بتستعلم عن حالتك وبتشوف الدنيا كل حاجه واضحه عليه. اللي انا بس عايزك تعرفه هنا وتتاكد عليه، نكست، ان انت لما تدوس على استعمال على القبول وتدخل رقمك القومي يظهر لك كده تتقدم جامعه الاسماعيليه الجديده الاهليه بخلص تاني لقبول طلب التحكم النهائي بالجامعه بالكليه التكنولوجيا والعلوم الصحيه. كده يبقى انت كده ما عملتش اي مشكله، انت كده هتبقى متسجل على السيستم، وكده يبقى هتدخل على السيستم بتاع وزاره التعليم العالي، ما عندكش اي مشكله خالص. لو لقيت اي حاجه هنا مختلفه ارجع على طول لكليتك والدكتوره نوره بلغك لك. فده اول حاجه لازم تعملها. وحتى دلوقتي مبدئيا لما تيجي تخش من الباب لغايه لما يجي الكارنيه انت مجرد بتوري له الالتحاق ده، انت كده تمام بتثبت له ان انت بتنتمي للكليه. فده اول حاجه عايزكم تعرفوها. نكست. حاجه اللي بعد كده الكشف الطبي، والكشف الطبي ده عباره عن برنامجين زي ما انتم شفتوه، الناس اللي عملوا الكشف الطبي وعملوا كمان الاستماره الامنيه الخاصه بالمرور من النفق. فالناس كلها المفروض استمرت عليه. في حد هنا ما عملش كشف طبي؟ في ناس ما عملتش كشف طبي. مهم جدا ان انت تكون خلاص الكشف الطبي، من غير الكشف الطبي بياناتك كلها بتبقى متعلقه. طيب نكست. نيجي بقى للحاجه اللي بعد كده المهمه، انها حصولك على البريد الالكتروني. واحنا بنتكلم دلوقتي البريد الالكتروني بتاع الجامعه كلها بيتعمل، فان شاء الله في خلال الويك اند دي هتلاقيني منزل لك فيديو، الفيديو ده تقدر توصله بالكيو ار كود ده، لو عملت له سكان دلوقتي هيوريك ازاي تقدر تدخل على البريد الالكتروني. بمنتهى البساطه بتخش تكتب هنا رقم بطاقتك، تدوس الكليه بتاعتك تكنولوجيا العلوم الصحيه، وهيبدا يظهر لك اليوزر نيم والباسورد بتاع الايميل. ممكن ما يبقاش شغال دلوقتي بس على اخر اليوم هيكون اشتغل بالجامعه كلها. فهتبدا منه وهتشوف الفيديو، لما تيجي تاخد الايميل بتاعك ليه طريقه للتفعيل، التفعيل ده هتشوفوا على الفيديو ده، وفي الغالب انا هبعته برضه للدكتوره نوره، والدكتوره نوره هتبعته لكم. نكست. لما بتخش بقى على الايميل بتاعك بتخش على موقع اسمه office.com. office.com ده البورتال اللي انت بتخش بيه على الخدمات اللي بيقدمها لك ايميلك. تقدر تشوف ايميلك، تقدر تخش على برامج مايكروسوفت، حاجات كتيره بيوفرها لك الايميل. نكست. بتلاقي الايميل بتاعك الصيغه بتاعته كده اكس اكس اكس، هتلاقي دايما كده اس 24 او حاجه، وبعد كده رقم، وبعد كده @ehst، ده اختصار الكليه بتاعتكم، .neo.edu.gg. ده كده الايميل الجمالي اللي هيفضل معاك، هتلاقيه مكتوب على الكارنيه، يعني لما تيجي تاخد الكارنيه بتاعك هتلاقي مكتوب عليك ايميل، بس الباسورد هتاخدها من الموقع اللي انا قلت عليه من شويه. مجرد ما بتخش ده لازم تنزل برنامج اسمه اوثنتيكيتور، مايكروسوفت اوثنتيكيتور. مايكروسوفت اوثنتيكيتور ده برنامج معمول عشان يبقى ضامن ان الايميل بتاعك ما يتسرقش، لان اللي عايز يخش على ايميلك لازم يبقى عليه يوزر نيم والباسورد ومعاه تليفونك ويعمل ابروف منه على الدخول. فده بيدي حمايه للايميل بتاعك ان هو يتهكر، حمايه ان انت الايميل بتاعك ما يتسرقش. فالبرنامج ده وازاي تستخدمه برضه هتلاقوا فيه فيديو بيشرح الكلام ده، وهتلاقيه برضه في الفيديو بتاعك اللي بيشرح التفعيل. نكست. لما بتخش بقى على الايميل بتاعك، من ضمن الخدمات المهمه جدا جدا اللي انت تستعملها برنامج اسمه مايكروسوفت تيمز. عارفين مايكروسوفت تيمز؟ انتوا المفروض ان في عندكم بعض الحاجات بتبقى اونلاين زي متطلبات الجامعه مثلا، فمتطلبات الجامعه عشان تحضرها اونلاين من البيت لازم تخش على مايكروسوفت تيمز عن طريق الايميل الجامعي بتاعك
هتدخل اليوزر والباسورد بتاعتك، هتلاقي ان شاء الله لما الدكتوره نورا تبلغكم ان كل حاجه جاهزه، هتخش تلاقي في تيم معمول باسم الماده اللي انت هتحضرها اونلاين، فتقدر بعد كده تحضر عليها، تلاقي التسجيلات بتاعه الماده بتاعتها، تلاقي بي دي اف على حسب ما الدكتور هيبعت لك. فمهم جدا ان انت تخش على مايكروسوفت تيمز، وبرضه لو دخلت على office.com ودوست فوق على ابس كده هيبقى عندك حاجات كتيره، عندك الوان درايف ده كان معاك هارد ديسك كده انت مخزنه على النت، حاجه اسمها سحابه الكترونيه، الكلاود ده تقدر تحط فيه لغايه 100 جيجا بايت تخزنها ببلاش تبع الايميل بتاعك، بالاضافه لوورد واكسل وباوربوينت اونلاين تقدر تشتغل عليهم من اي مكان وتعرض الملفات بتاعتك من اي مكان من غير ما تتقيد بجهاز معين. هتقعد على اي جهاز كمبيوتر تدخل يوزر والباسورد، يبقى معاك وورد واكسل وباوربوينت وملفاتك كلها متخزنه على الكلاود، تفتحها من الموبايل، تفتحها من البيت، تفتحها من اي مكان. وبرده هنا ده التخزين السحابي اللي هو الوان درايف. نيكست حاجه بقى تانية ان شاء الله لازم تبقوا عارفينها، ان احنا دلوقتي عشان تتعدوا هنا لجامعه اسماعيليه الجديده الاهليه من عندي من نفق، فالنفق ده بيحتاج تصريح امني. انتوا دلوقتي وانتوا بتعملوا الكشف الطبي مليتوا الاستمارات الامنيه دي، بعد كده بيطلع لكم بيها تصريح. التصريح ده بيجدد كل سنه، بيجدد كل سنه. اول سنه انت مليته مع الكشف الطبي، طب سنه ثانيه وثالثه للناس اللي موجودين منهم في التنظيم هنا، او الناس اللي هيخلص تصريحهم السنه الجايه وعايزين يجددوه، بيخش على حاجه ثانيه اسمها وثيقه التعارف الاجباري، اللي هي هتلاقيها موجوده برضه في الخدمات الالكترونيه. ده معمول لاعضاء التدريس اللي بيسافروا معانا، ومعمول على كل الطلاب لو بعد مرحله الكشف الطبي، يعني انت كشف طبي انت بتملاها مع الكشف الطبي، لكن بعد الكشف الطبي بتبدا تخش تختار كليتك من هنا وتبدا ان انت تكمل بياناتك عشان تجدد التصريح ده للمكان ده. نيكست. واخر حاجه في الخدمات الالكترونيه اللي بتقدمها الجامعه برنامج ابن العزم. احنا كجامعه عندنا برنامج، البرنامج ده لإدارة شؤون الطلاب. أنت بتشوف بياناتك، بتشوف نتائجك، بتسجل المقررات بتاعتك، بتشوف رقم جلوسك وجداول الدراسة وجداول الامتحانات. كل حاجة تخص التعليم وتخص شؤون طلاب هتلاقيها على البرنامج ده. والبرنامج ده عشان تدخل عليه تبقى محتاج يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد، اليوزر نيم هو رقمك الجامعي، ورقمك الجامعي ده مجرد ما هتدخله على السيستم اكيد دكتوره نور هتطبع لكم كشف ليه، تعرف كل واحد الكود بتاعه الجامعي ايه، والباسورد هو رقمك القومي واكيد انت عارفه. فمجرد ما بياناتكم تخش على السيستم ده ودكتوره نور تبلغكم، هتقدر تخش باليوزر نيم والباسورد بطريقه هوريها لك في فيديو برضه، تقدر ان انت تدخل تشوف السيستم بتاعك. اول حاجه لا ترجع، اول حاجه هتشوفها بياناتك. بياناتك دي داخله من البيانات اللي انت كتبتها في ملف التنسيق. طب افرض وانت بتشوف بياناتك لقيت غلط في اسمك، غلط في عنوانك، غلط في تليفونك، اي غلطه انت شايف انها ممكن تاثر عليك، على طول هتروح عند الاستاذ احمد في شؤون طلاب تطلب منه انا دلوقتي بياناتي فيها غلط، لان البيانات دي اللي هتطلع في الاخر في شهادتك، البيانات دي اللي هيطلع فيها نتيجتك. فبمنتهى البساطه تروح عند الاستاذ احمد تقول له انا بياناتي فيها كذا غلط، هو هيراجع ملفك ويعدلها لك على السيستم. فمهم ان انت تتاكد ان بياناتك سليمه. نيكست. وبرضه لما نيجي نعلن النتائج هتبدا تشوف الدرجات بتاعتك معايا، هتشوف عندك هنا التقديرات، النتائج بتعلن على السيستم بعد ما بتعمل استبيانات، بنسالك كده عن رايك في المقررات ورايك في الدراسه ورايك في الكليه، ومجرد ما بتجاوب الكلام ده بعد ما تتعلن النتيجه بتبدا تشوف درجاتك، وطبعا الاي والبي والسي دكتوره نور اكيد هتفهمكم معاني الكلام ده. وخلينا بالمره ارجع، خلينا بالمره ان انا عايز اوريك على شويه حاجات ثانيه موجوده. عندك هنا بياناتك الاساسيه، عندك التسجيل الاكاديمي اللي بتسجل بيه المقررات بتاعتك للترم الجاي، عندك الجدول الدراسي، عندك كمان المصاريف الدراسيه بتاعتك، وتقدر تدفع القسط الثاني بتاع المصاريف او مصاريف سنه ثانيه وثالثه الكتروني عن طريق الفيزا، ده مفعل دلوقتي في الجامعه الاهليه كلها. تقدر كمان تشوف تقرير غياب لو كان الغياب بيتاخد على السيستم، تقدر تشوف جدول امتحاناتك، تقدر تعمل استبيان، تقدر تشوف نتيجه المقررات، تقدر كمان تشوف انذاراتك الاكاديميه، ودي حاجه مهمه، اكيد عندكم في اللائحه في انذار بيتعمل بعد كل ترم زي ما بقيه الكليات، انت مثلا اخذت انذار معين، احنا في صيدله
لو عديت 6 انذارات متتاليه او 10 منفصله تتفصل. انا ما اعرفش قانون صحيه اللائحه نفس اللائحه المختلفه 4 بس ما عندنا في ال 6 يا رب لا صعبه فعلا عندكم 4 يعني لو قعدت 4 ترمات ورا بعض الجي بي ال كام؟ 1.6 قال ايه؟ 1.6 عندنا 1. طيب ما مشددين عليهم انتوا دكتوران لو جبت اقل من 1.6 في الجي بي بتاعك لمده 4 ترمات متصله تتفصل. فمن هنا هتعرف انت عندك انذارات ولا لا، من هنا هتشوف الجي بي بتاعك، من هنا هتشوف الدرجات بتاعك.